ناس كتير جدا من اهالينا مهتمين باللي هتكلم فيه دلوقتي، هو مساله التصالح على مخالفات البناء. ناس كتير تقول لك يا جماعه عايزين نعمل التصالح، عايزين نسوي، عايزين نخلص، عاوزين ننجز الى اخره. طيب اتعمل تطبيق على التليفونات المحموله مخصوص علشان حضرتك تقدر تطبق، تقدر تقدم الطلب بتاعك للتصالح على مخالفات البناء. خليني هنا اخد وبكل الترحيب معانا على التليفون دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. فندم مساء النور. ايه بقى حكاية التطبيق ونعمل ايه؟ وبصراحة الفكرة حلوة وسريعة ومنجزة. يعني خلينا يعني اقول لحضرتك زي ما اكد مع الوزير اللي هو هشام امن وزير التنمية المحلية النهاردة، يعني في اطار توجيهات سيادة الرئيس وتنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء المتمثلة في التيسير ثم التيسير على أهلنا في المحافظات المصرية رغبي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وده وفقا للقانون الجديد 187 لسنة 2023 وكمان لائحته التنفيذية 1121 لسنة 24 بالمواد بتاعته. وكمان ان ده هيكون حتى تصوير المتغيرات المكانية لغاية 15/10/2023. يبقى الأمر اللي هيكون عليه. لكن النهاردة مع الوزير شرح ده ضمن منظومة ورشة عمل متكاملة مستمرة من اليوم وحتى يوم 4/5، يعني مدار 3 أسابيع تدريب ل 4700 من زملائنا العاملين بالمحليات، وده بيتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بشراكة استراتيجية مع وزارات العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية والزراعة. وكمان بتشمل التدريب كل زملائنا العاملين بالوحدات المحلية، ويشمل هذا وذاك أيضا ممثلي الإدارات الزراعية اللي موجودين، يعني إحنا مراكز ومدن وأحياء يسبقهم سكرتير عموم وسكرتير مساعدين ورؤساء المراكز التكنولوجية وكمان زملائنا العاملين في الوحدات المتغيرات المكانية، كل العاملين على التحول الرقمي، كل ده بيجيش علشان، وطبعا ده احنا سبقنا ده ب 27 ورشة عمل وبرنامج تدريبي شامل في شهر رمضان الماضي، كل ده استعدادا للتصالح. طبعا بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هم قائمين على هذا الابليكيشن التطبيق، وان شاء الله يعني هم بيجهزوا فيه دلوقتي ويكون جاهز باذن الله تعالى جنبا الى جنب مع بوابة خدمات المحليات وكمان مع البوابات الخاصة بالمراكز التكنولوجية. هنا يبقى في تكامل ان المواطن هيخش وفقا للقانون واللائحة التنفيذية بتاعته في مادته المادة الخامسة انه يقدم يرفع كل المستندات بتاعته. اولا هياخد كيو ار كود وسيريال نمبر، هيحط المستندات بتاعته كاملة بسكان، ثم بعد ذلك استوفاها يروح بعد كده المركز التكنولوجي بالسيريال نمبر بتاعه. كده الميزه ان هو وفر على نفسه ووفر على زملائنا العاملين بالمراكز التكنولوجيه ان هم يدخلوا البيانات بنفسهم، وبالتالي ممكن يبقى في خطا بشري هنا. يعني انا الاول اعمل، لو انا مثلا يوسف اللي هعمل كده، فانا اعمل سكاننج لكل الاوراق والاوساق الوثائق اللي عندي واخدها واروح حاططها على التطبيق، هيطلع لي رقم مسلسل. بالظبط يا فندم، هذا الرقم هو اللي حضرتك هتتعامل بيه. طيب حضرتك رحت للزملاء، دفعت جدية التصالح، رجعوا لحضرتك الأوراق، لقوا الأوراق اللي حضرتك مقدمها مستوفاة. طبعا ميزة هذا التطبيق ان هم فتحوا على المركز في المركز التكنولوجي على اسم حضرتك الصفحة دي جنبا الى جنب في نفس الوقت، لو فتح زملائنا في 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 الزراعة هيلاقوها، لو زملائنا في التخطيط هيلاقوها، زملاء المعنيين بالملف التصالح يعني. أيوه. وبالتالي كل الجهات المعنية لما هتفتح هتلاقي ده زملائنا بيرفعوا ده للجنة الفنية، اللجنة الفنية بتبعت إشعار على طول للجهات الأربعة المختلفة، لو حاجة تخص التنسيق الحضري التنسيق الحضري بيرد عليها، لو حاجة تخص الزراعة الزراعة بترد عليها، لو حاجة تخص الطيران المدني الطيران المدني يرد عليها فيما يتعلق بقيود الارتفاع إلى غير ذلك. وطبعا وبالتالي يبقى هنا ده اختصرنا الزمن جانب،
جانب تاني ان بقى عند حضرتك منظومة متكاملة للملفات والسجلات، وبالتالي تقدر تبني عليها بقى شهادة ميلاد للمبنى بعد كده الى غير ذلك من الامور المختلفة. طيب حضرتك استوفيت ومشيت والجهات دي ردت وقالت كله الامور مستقرة تماما او الاوراق مستوفاة، حضرتك بتروح تاخد تدفع جدية التصالح. دفعت جدية التصالح، هدفع بقى جدية التصالح بناء على الايه؟ هل بيجي لي مثلا رسالة او بيجي لي حاجة تقول لي جدية التصالح بتاعتك تساوي الرقم الفلاني؟ بالظبط يا فندم. طب لو حضرتك اقدر ادفعها اونلاين، يعني اقدر ادفعها بتحويل عبر التطبيقات المصرفيه او تطبيقات الدفع الشهيره، تتحول على طول على الحساب بتاع الـ 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 الجهه المعنيه. زملائنا بيدرسوا ده دلوقتي بحيث يبقى في ربط متكامل، بحيث الامور تبقى فيها بشكل، احنا في اطار تحول رقمي، وبالتالي من الاهميه بمكان ان المنظومه تمشي في هذا الاطار. طب لو حضرتك يعني ايه، خليني اقف هنا واقول افزن، يعني اذا بما ان اذا يعني لو جينا رحنا قلنا ايه، قلنا حضرتك لا في ورق ناقص، حضرتك بيتبعت لك برجاء استيفاء الاوراق ولك الحق حضرتك تستوفي خلال 60 يوم. حلو. ولك، لكن حضرتك رحت وما رجعتش وجيت بعد 6 شهور ما انقضوا التصالح بتاع حضرتك، الطلب ده يسقط. تمام كده؟ طيب حضرتك الاوراق استوفيت الاوراق ومشيت في هذا الاطار ودفعت جديه التصالح، حضرتك بعد كده كل الامور مستقره، بتاخد حاجه اسمها عايز تقسط. لك الحق في التقسيط حتى 5 سنوات، اول 3 سنوات مفيش فايده. لكن لو حبيت تقسط على 5 سنوات يبقى السنه الرابعه بفائده والسنه الخامسه بفائده. الفوائد طبقا للكوريدور المعلن في البنك المركزي. طبعا لما هو معمول به. حلو. لكن الهدف من ده التيسير على الناس وتبسيط الامور وتسهيلها على الناس، دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه جدا يا فندم، انه لو في لا قدر الله قضيه مرفوعه بنموذج 7 توقف هذه القضيه. انما لو حضرتك حبيت تدفع كاش بتاخد 25% خصم. حلو حلو. طب بالاضافه الى هذا هتاخد نموذج 8 يعد بمثابه رخصه. الرخصة دي حضرتك لو في قضية وفيها لا قدر الله فيها أي حكم، حضرتك بتلغي هذا الحكم، بتتقدم للجهة القضائية المختصة. بالظبط، بموجب هذا الترخيص فبيزال عن حضرتك هذا الإيه؟ هذا الحكم. وبعد كده حضرتك تقدم عادي جدا على إدخال المرافق المختلفة. هايل جدا 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 جدا. يبدأ العمل بقى بهذه الآلية بدءا من إمتى يا دكتور؟ اعتبارا من يعني من بعد 5 مايو ان شاء الله يا فندم، لان يعني هو خلص اجازه عيد العمال وما الى ذلك ونبدا بقى نشتغل على كده. بالظبط بالظبط، يكون الزملاء خلصوا التدريب بتاعهم والامور كلها في كل المحافظات مستقره. عايز اقول لحضرتك هي منظومه عمل متكامله زي ما اكد معالي الوزير النهارده من كل وزارات الدوله المصريه المعنيه، احنا كلنا ايد في ايد بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله تعالى الهدف هو انجاح هذا الملف بما يعود بالتيسير على كل الناس في كل المحافظات المصريه راغبي التصالح. حاجه عظيمه جدا، انا بشكرك يا دكتور وتحياتي لمعالي الوزير جدا، كمان ارجو ايصال التحيه كل الشكر دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه.